يبدو أن المجلس الرئاسي نفسه ينحو نحو الإمارات. فأنا سمعت من أحد الأخوة المقربين من رشاد العليمي، نعم، أنه قال في أحد فلتات لسانه أن الإمارات هي أصدق من السعودية معنا. عبد الله العليمي نفهم ماذا فعل مع رئيسه الذي أتابه من مدير دائرة صغيرة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية. وكان العليمي نفسه يقوم بدور الرئيس في كثير من الحالات، فترك الرئيس وذهب رتب وضعه مع السعوديين والإماراتيين وأصبح عضو مجلس قيادة رئاسي. طبعا من وجهة نظرنا هذا المجلس غير دستوري. ومن ثم الآن هو في أبو ظبي ليقوم بذات الدور الذي قام به في الرياض. هؤلاء لا نحول عليهم، هؤلاء باعوا البلد بمال سياسي مدنس. لكن هل لديكم اطلاع بمجريات ما يحدث في أبو ظبي؟ هل دعيتم مثلا لحضور مثل هذه المشاورات بخصوص مصالحة في شبوة؟ لا، نحن لم ندعى ولم نكن نستجيب لمثل هذه الدعوات. هذا الشعار هو تقطيع على ما يفعلونه في محافظة شبوة، لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للأخ العميد يحيى الحنش، أنا أثق فيه ثقة كاملة، وليس لدي أي أخبار أو معلومات عن خلفية زيارته للإمارات، ولن نقطع حول ما ذهب إليه حتى بعد عودته ونرى ماذا سيكون عليه. أنا لكن هناك من يطرح فكرة أنه لماذا لا يتم، إذا كان هناك خلاف مع الإمارات، لماذا لا يتم لقاء مع الإمارات والحوار معها بخصوص ماذا تريد من اليمن وماذا يريدون اليمنيون منها؟ أنا عندي تفسير للأمر، هو أن الإمارات الآن في خلاف مع السعودية حول بعض الأمور. والإمارات تشتغل سياسة، بصراحة الإمارات في السياسة أخطر من السعودية. الإمارات الآن تريد أن تسحب كل العناصر حتى التي كانت تصنفهم كأخوان كإصلاح كأي أمر ثاني، تسحبهم من الصف الوطني على اعتبار أن السعودية لا علاقة بهذا الصف الوطني، باعتبار السعودية قائدة حلف، باعتبار السعودية أيضا تصرفاتها ليس بسوء تصرفات الإمارات، مع أنهم كلهم مشتركين فيما حصل في البلد. لكن السعودية عندما يذهب يحيى الحنش أو يذهب عبد الله العليمي أو يذهب أي سياسي أو حتى أنا أذهب للسعودية، لا يصنف على أنها قد صار في الصف المعادي للوطن. من هذا المنطلق الإمارات عاوزة تسحب كل القوى السياسية، كل القوى الوطنية، كل القوى العسكرية الموجودة في الصف الوطني إلى جانبها لكي تستكمل مشروعها باحتلال وادي حضرموت وباحتلال المهرة، ومن ثم هؤلاء ستذيقهم سوء المنقلب، هؤلاء اللي يذهبوا إلى الإمارات، لأن احتاجهم اليوم لكن بالغد لا نعلم ماذا سيصير وضعهم معها. لكن نحن واثقين أنه شعبنا بقوى السياسية والأمنية والعسكرية الحية التي لم تذعن بعد لمشروع السعودية والإمارات في اليمن سيكون لها موقف، ولن يتأخر هذا الموقف. نحن على أرضنا، شعبنا على أرضه، والعمالة والارتزاق هذه نحن نعرف أطوال تاريخ هذا البلد. وكل الإمبراطوريات التي دخلت بلادنا رحلت مهزومة ذليلة، وهؤلاء لن يكون مصيرهم أفضل من سابقيهم.